نعود للحديث عن كرة القدم طبعاً. وعن ملعب البيت وعن مباراة الافتتاح، والآن ينضم إلينا مراسلنا علي الجاسمي من أمام ملعب البيت بالخور. علي، أهلا بك معنا، يعني ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق المونديال ومباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور، ما الجديد لديك؟ بالفعل يعني عدوان مررنا من يوم ما قبل المونديال إلى يوم المونديال تحديدا، ساعات قليلة تفصلنا عن حفل الافتتاح أولا ثم بعد ذلك المباراة الأولى للمنتخب القطري في هذه البطولة، بطولة العالم في قطر 2022. في الحقيقة قطر ترفع ثلاث تحديات خلال هذه المباراة. التحدي الأول هو تحدي التنظيم أو تنظيم حفل الافتتاح الذي راهنت عليه كثيرا والذي تحدث عنه أيضا إنفانتينو بكونه سيكون حفلا مبهرا وقويا ربما سيشد العالم وانظار العالم إلى سنوات قادمة وإلى نسخ قادمة. التحدي الثاني هو تحدي التنظيم، غدا سيكون ملعب البيت كأول ملعب على موعد مع استقبال وفود وجماهير المنتخبات المشاركة في مونديال قطر، هنالك 60,000 متفرج يعني غالبيتهم من القطريين، وهنالك أيضا حديث عن أو تحدثت أرقام عن وجود 6,000 مشجع لمنتخب الإكوادور. هذه الجماهير طبعا تجهزت قطر، رأينا جاهزية كبيرة حقيقة في الملعب اليوم لاستقبال جماهير الفريقين وحتى من أصحاب أو ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تهيئة كل المسالك الخاصة بهم لاستقبالهم في ظروف طيبة وحسنة. طبعا التحدي الثالث هو تحدي العنابي، المنتخب القطري الذي يرفع طبعا تحدي ثلاث نقاط في هذه في أولى مبارياته في هذه البطولة، حيث أنها ستكون مفتاح المشاركة، طبعا مفتاح المشاركة في هذه البطولة طبعا مع أسبقية الأرض والجمهور التي يتمتع بها المنتخب العنابي. هنالك أيضا أسبقية تاريخية للمنتخب القطري على نظيره الإكوادوري بحيث أنه كان قد فاز عليه في 2018 بنتيجة 4 أهداف مقابل 3، طبعا هذا ستمنحه أسبقية معنوية مع الدعم الجماهيري والمعنوي، بالإضافة أيضا إلى النجاح المتوقع الذي سيحمله حفل الافتتاح وحفل النجاح في استقبال الآلاف نعم. من جماهير. نعم علي، ابقى معنا، سنعود لك بعد قليل علي لو سمحت. ينضم إلينا الآن من سوق واقف مراسلنا علي رباح. علي، يعني بالتأكيد أجواء مختلفة تماما أين أنت متواجد الآن، وما هي مظاهر الأجواء والاحتفالات في سوق واقف قبل ساعات قليلة من انطلاق المونديال؟ الجماهير المغربية حولك في كل مكان. عدوان، اسف جدا لا يمكن الاستماع على السؤال الاحتفاظ على بعد لا يمكن الجماهير المغربيه والتونسيه ايضا الجماهير العربيه بشكل عام. نعم علي، نعم نعم، المسيرات هي في كل مكان في سوق واقف وفي كل الشوارع المحيطه بسوق واقف، حتى ان الجماهير المغربيه والجزائريه والتونسيه هي حتى هي تشجع يوم غد المنتخب القطري في مباراته الاولى بوجه الاكوادور، هذا ما اكدوه. بطبيعه الحال كما كنت قد بدات عدوان الاجواء هنا التشجيعيه على حالها بعد منتصف الليل، هي تشبه اجواء الساعات نعم. الاولى من هذا الليل، لم يتغير اي شيء، المشجعون يجولون هذه الشوارع المسيرات لمعظم المنتخبات، ليس فقط المنتخبات العربيه انما حتى المنتخب البرازيلي والمنتخب الارجنتيني ومنتخبات اخرى. عموما الاستعدادات واضح جدا ان الاستعدادات سوف تزداد خاصة يوم غد مع الإعلان هنا عن أن الشاشات ستكون منتشرة في معظم الشوارع لمتابعة أولا الافتتاح وثم المباراة، مباراة المنتخب القطري. وأنت علي أتمنى أن تكون مستعد للتعامل مع هذه الجماهير السعيدة جدا، يبدو من كل مكان حولك الجماهير المغربية والعربية. علي ابقى معنا، سنعود إليك بعد قليل. الآن نتحول إلى مراسلنا صابر أيوب من كورنيش الدوحة. صابر، هل الأمور أهدأ قليلا عند صابر الآن يبدو؟ صابر، ما هي الأجواء في كورنيش الدوحة قبل ساعات من انطلاق مباراة الافتتاح؟
بالفعل أهدأ الآن بعد أن تابع جمهور واجهة الواجهة البحرية للدوحة عروضا فنية كانت على الماء وفي الأجواء أيضا عبر إبهارات صورية، إبهارات من أيضا من الألعاب النارية على طول هذا الكورنيش الذي سيحتضن الفعاليات الكبرى المصاحبة لمباريات كأس العالم طيلة 28 يوما. هذه هي الساعة التي في الخلف، الساعة التي تعد الساعات الأخيرة باعتبار أننا دخلنا يوم المونديال قبل نصف ساعة من الآن بتوقيت الدوحة. دخلنا اليوم يوم المونديال أو اليوم صفر، لم تعد هذه الساعة تعد الأيام بل فقط 18 ساعة وبعض الدقائق لانطلاق المونديال الذي تريده قطر كما يصر المنظمون أن يكون نسخة فريدة من نوعها تتميز ليس فقط بالتكنولوجيات والملاعب أو التكنولوجيات والتقنيات المستخدمة في الملاعب والمرافق الرياضية ودور الضيافة، لكن أيضا بالموروث الثقافي العربي. وتشاهدون هذه الساعة مجسمة في هيئة ساعة رملية اخترعها العرب، كذلك اصطاد البيت الذي تنطلق منه المباراة الأولى وحفل الافتتاح مصمم على شكل خيمة ترمز إلى الكرم وإلى التراث القطري وأيضا العربي. الكثير من رموز الموروث الثقافي القطري والعربي في الحقيقة حاضر في هذا المونديال، مما يجعل بالفعل منه نسخة متميزة سابقة عن أو مختلفة عن بقية النسخ. هنا في الكورنيش الاستعدادات استكملت لاستقبال الجماهير، حوالي 70,000 من الجماهير ومن الزوار سيكونون على طول هذا الكورنيش أو الواجهة البحرية للدوحة على مسافة أو الممتدة على مسافة 8 كيلومترات لمرافقة المونديال أو أيام المونديال لحظة بلحظة. عروض فنية كثيرة ستقام هنا في على هذا الكورنيش من مختلف العروض الفنية التي تقدمها فرق مختلفة، وبذلك ليس فقط من المنتخبات المشاركة أو من ثقافات المنتخبات المشاركة في المونديال لكن نعم. من جميع أنحاء العالم باعتبار أن قطر أو المنظمون يصرون على أن هذا المونديال سيكون بالإضافة إلى الكرة التي يجري وراءها اللاعبون في الملاعب ستكون أيضا مهرجانات وكرنفالات ثقافية تقرب بين الشعوب وبطبيعة الحال تدعو إلى التسامح. نعم بالتأكيد زميل صابر أيوب كنت معنا من كورنيش الدوحة، شكرا جزيلا لك.